الشجر ما من شجر ما هزاري مواجهة كنت ناطرتها من زمان. صدق مو أول مرة يلتقون، بس هالمرة غير. تدرون ليش؟ لأن هالمرة راح يلتقون بروحهم. تلقون شو راح يصير؟ كلام وايد بقلب جاسم، وجروح كبيرة بقلب بدرية. هالكلام جاسم راح يأثر على مشاعر بدرية، ولا ما راح يسوي شيء قدام جروحها؟ نشوف. بدرية، أحب أقول لك إن الموضوع ما كان بالصدفة، بس أنا ما لقيت طريقة غير هالطريقة هذه إني أقدر أكلمك فيها. ليش؟ ما انتهى الكلام اللي بيني وبينك؟ أذكرك ولا نسيت؟ صدقيني يا بدرية، صدقيني إذا قلت لك إن تركتيني حياتي انقلبت إلى جحيم، كلها تعب وشقة وهم. كنت أضحك على نفسي، أقول لي أنا إنسان مستانس، أنا إنسان سعيد، لكن للأسف خصوصاً بعد ما توفى أبوي الله يرحمه ويغفر له وما كان راضي عني، حسيت بالتعاسة. بدرية، كل اللي أطلبه منك أنك تسامحيني، أعطيني فرصة ثانية،
ممكن اصحح كل شيء، وانا مستعد، مستعد اني اعوضك عن كل شيء. تعوضني؟ تعوضني عن شنو؟ تعوضني عن عمري اللي راح، ولا تعبي، ولا شقاي، ولا يوم اللي تركتني انا وبنتي طقيتنا بالطوفه؟ لا، حبك هذا ما يعوضني عن شيء. اسمحني، انا ما راح اسمعك. تدري انا ادري ان اللي صار مو شويه. انا اعترف اني غلط، غلطت بحقك، لكن صدقيني اذا قلت لك يا بدريه اني ما زلت احبك، ولا عندي استعداد اني استغني عنك، واني بدونك انسان ضايع تايه. بدريه انا حتى النوم عفته، ساعات غلط انادي عواطف باسمك، باسمك يا بدريه. والله لو شنو ما راح اصدقك يا جاسم، لكن تبي الصدق؟ ابي اقول لك شيء من زمان انا خشيته بقلبي ولازم اقول لك عليه. قولي يا بدريه، قولي. شنو هالشيء؟ رغم كل اللي سويته فيني والذل اللي شفته منك والاهانات، انا للحين احبك، وللحين اشتاق لك، وللحين اتعطر من العطر اللي انت تعطر منه، اتبخر من البخور اللي انت تحب منه. لكن لا، انت كسرت فيني شيء كبير. تدري شنو اللي كسرت فيني؟ شغافي. تدري شنو شغافي؟ هذا اللي كسرته. والقلب من غير شغاف ما يسوى شيء. ماشي يا بدريه، عاد سمعي مني الكلام اللي بيقطع مصارينك ويفتفت قلبك. دام هذا ردك، لعلمك انا كرهتك. تدري من متى؟ من عصيتي امري ورحت حق ابوي. انا ساعتها طلقتك وخليتك معلقه، ولا علمتك. تدري ليش؟ علشان اذلك، علشان مزاجي. فهمتيني؟ لا تظني في يوم من الايام انك ممكن تروين ذراعي ولا تكسري رقبتي ولا تنزلي راسي في الارض. لا يا بدريه، انت غلطانه، متوهمه. انا ما زلت جاسم، جاسم الكل يحسب الحساب. اخليك ذليله طول عمرك، طول عمرك بالارض. هيني يا بدريه، والزمن بيننا. الو يبا، انا بالمول مع عمتي بدريه، وفي واحد قاعد يسولف معاها، ما ادري من هو. لا يبا، شكله مو غريب علي، بس ما ادري. كاي كاي يا تيبا، كاي الله يستر. انت تكلمين ابوي. الو، هلا منصور، شلونك؟ لا لا لا، ما في الا العافيه ان شاء الله. خلاص منصور، لا تحاتي. يلا مع السلامه. ممكن اعرف ليش كلمتي بوك؟ خفت عليك. لا تخافين علي، سمعيني، اياني وياش تقولين شيء حق اسرار، فاهمه؟ يلا الحين قدامي. يلا. ها تحكى، يلا قول. شو تحكى؟ كاو ابويا الحين يعرف منه. هلا يبا، هلا هلا. هلا يبا، هلا هلا. ها عمي بشر. بعد شنو؟ من وجهه ابوي ان الامور كلها طيبه. لا لا بشر، كل شيء تمام، الامور طيبه فعلا. صراحه زمان بغيت اقول لها الكلام وقلته، افتكيت ما ادري شلون طلع مني عشان افتك منها ومن بنتها. شفت يا عمي، شفت اني قدرت اشيل عنك حمل ثقيل وخليتك تقول كلام من زمان ودك تقوله. بالفعل صدقتي، والله صدقتي. جات في الوقت المناسب، ضربه وقتها. يبا تهاني مو بس محاميه، تهاني استاذه ورئيسه قسم بالتوقيت. بالفعل رئيسة قسم مستاذة، لا أستاذة كبيرة بعد. إي وبهالمناسبة أنا عزمتكم على العشاء، على حسابي بعد. قلت لك أستاذة ورئيسة قسم بعد، بالأكل بالبلعة.
كمل اكل. لا لا بس شبعت الحمد لله بس. بدرية ايش فيك مو على بعضك؟ صاير؟ لا ما في شيء، مو صاير شيء. شنو ما في شيء؟ انا ما اعرفك، ترى ما حد يعرفك في هالدنيا غيري. قولي لي الصاير. لا ابد يا اخوي ما فيني شيء، تعبانه شوي وابي ارتاح. ارجوك اخوي لا تزعل مني ولا تضايق، بس برتاح شوي. يخوف اللي في بالي يطلع الصاير. تصبحين على خير. تامن أهل. تدرين انا من غيرك ما اسوى شيء. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. تصبحين على خير يا استاذه ورئيسه قسم. وانت من اهله يا زوج الاستاذه ورئيسه القسم. Thank you.
اي والله بصراحه دكتور وايد تعب. ما تسوي عليها المناقصه اللي طلعت من خشمي. لا الورقه لازم تكون جاهزه باكر دكتور. انا بروحي من امس مو نايمه الا ساعتين. خلي اريح شوي واكل لي لقمه وارد اكمل شغلي. ماشي دكتور ماشي. يلا باي باي. يما يما مدورة وينك؟ الو هلا خالي. شو مو قاعدة ترد عليك؟ يلا يلا اوكي انا بصعد فوق ادورها واقول لها اوكي. يلا مع السلامة خالي باي باي. يما يما وينك؟ يما 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 ايش فيك يما يما ردي علي يما ايش فيك يما يما ايش فيك ردي علي يما يما ايش فيك ردي علي انا اسرار ردي علي يما يما حبيبتي ايش فيك يما ايش فيك شو اللي صار فجأة يما شو اللي صار شوي شوي عليها شوي شوي عليها يما حبيبتي يما يما ردي علي يما الله يخليك تردي علي يما من اللي ضايقك يما قولي لي من اللي زعلك يما من اللي زعلك قولي لي يما وكي بليز وكي يا رب سترك يا رب يا رب يا رب عبد الله عبد الله انا بالاسعاف مع امي تكفى تعالوا بسرعه المستشفى باي أنا كنت ملاحظ أنها متضايقة ومو طبيعية. سألت إيش فيك؟ قالت ما فيني شيء. الله يقومها بالسلامة يا رب. الله ياخذ هالمناقصة اللي شغلتني عنها، ما أدري شنو أسوي. هي أمس كانت معاي وما فيها إلا العافية. والله ما تستاهل اللي قاعد يصير فيها. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير هدى وذكرى والله إن شاء الله ما كل العافية، إيش فيكم أنتوا؟ لا إله إلا الله. خير يا دكتور. أنا في الأونة الأخيرة كنت مشرف على علاج الأخت بدرية ولاحظت إن هي عنيدة جدا وما بتاخدش العلاج بانتظام. ليش دكتور؟ أنا ومش فيها؟ للأسف الأخت بدرية عندها تضخم في القلب وبقالها فترة كبيرة بتعاني من المرض ده وأنا حاولت كذا مرة إن هي تبلغكم بالموضوع ده بس هي رفضت بشدة وحاولت إن أنا أتواصل معاكم بس ما لقيتش حد فيكم ودلوقتي بقول لكم ان هي لازم تعمل عمليه ضروري جدا والنهارده قبل بكره. مستحيل دكتور. انت ايش قاعد تقول؟ احنا شلون ما لاحظنا هالشيء بامي شلون؟ مستحيل. هي قاعده الحين يا دكتور. هي دلوقتي تحت الملاحظه والحمد لله بقت كويسه. بس تملي بتقول انا عايزه جاسم هاتولي جاسم. مين فيكم جاسم؟ جاسم. جاسم هذا زوجها ابو بنتها اسرار. دكتور الله يخليك انا لازم اشوف امي الحين لازم اشوفها ما اقدر اقعد كذي تكفى الله يخليك بشوف امي. اوكي انا هسمح لك انك انت تشوفيها بس هي رجاء عندك من غير انفعال ومن غير بكاء وده لمصلحه الوالده. ان شاء الله دكتور خلوه شلون الحين يبا؟ بتدق على ابو حسين تكلمه ولا شنو؟ محتار وانا ابوك ما ادري ايش اسوي مو مستوعب ان عمتك بدريه عندها تضخم بالقلب ولا اخر من يعلم معقول ما حسيت فيها لا حول ولا قوه الا بالله
يبا ترى ما حد عفى سامتي إلا هذا اللي ينقال عنه جاسم. أمس هي كانت معاي بالمول وشافتها صدفة، بس أنا توني أربط ما ذكرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. صارت ان شاء الله قالوا بتصير احسن، بس محتاجه تسوي العمليه وراح تضبط امورها ان شاء الله. لا تحاتي. شلون يعني ما تبيني احاتي؟ زين اسرار وينها؟ اسرار داخل عند عمتي حالتها حاله تشوفينها. مسكينه خالي تكفى، انا لازم اروح الحين اجيب ابوي. امي ما لها يصير على لسانها الا اسمه جاسم، وجاسم بروح ان شاء الله. روح بروحي. شلون يعني تروحين بروحك؟ بروح بروحي. ايش فيكم؟ امي ما بيها تروح من ايدي. ايش فيكم؟ بروح انا. هدي هدي يمشي، انا وديك بسرعه. عبد الله تكفى. اكلمك ماشي. اوكي امي. يبا صجها حول الله. بعد امها انت ايش فيك؟ ما بشري مو قادر علي، الظاهر نايم. زين تدلين البيت؟ اي ادله، بس عبد الله انا وايد خايفه ما ادري شنو اسوي. لا تحاتين، الله كريم. مو قادر اصبر اكثر عن كذي، لازم ادخل عندها. عمي انت بس الله يهداك لا تنفعل، وبعدين الدكتور قال لك ان هي مو زين تشوفك وانت بهالحاله. صح كلام مهيبه. صدقكم انتم؟ شو الحكي هذا؟ بدرية هذه اختي الوحيده اللي ما لي غنى عنها. اكيد هي تحتاجني بعد. انتم ما تعرفون معزه الاخت عند الاخوه شنو؟ الله لا يلومك.
اي ما ترى اليوم اتصلت شريفه وتقول انها بخير وتسلم عليكم كلكم وايد. وليش ما اتصلت علي؟ بلا يما تقول انها اتصلت عليك، بس انت يما ما ادري ايش العاده، الله يهداك، كلها حاطه تليفون سايلنت من كثر اللي يدقون عليك، الله يهداك بعد. اي الوالده بعد ما تعرفها ما تبي تتواصل حق احد، تتهرب من الواسطات طويله العمر هذه، ايش فيك؟ اي اطنز علي اطنز. انزين ما قالت لك متى بترجع؟ لا ما حددت، بس تقول قريب ان شاء الله. يما الوالد اليوم ما هي الشركة، عسى ما شر وينه. والله أبوك ما عارف إيش فيه، من البارح قافل باب الغرفة عليه، يمكن تعبان في الشغل، ما عليه إلا العافية إن شاء الله. خوفي تحسف؟ لا مستحيل يكون متحسف. الله يستر. وين البيت تدلينا؟ لحظة عبد الله خليني أركز. الله يخليك، أنا حصطفنا البيت أسرار الله يهداك. لحظة لحظة عبد الله، أوقف هذا البيت كاهو. متأكدة هذا؟ إيه متأكدة هذا البيت. زين سمعيني، ترى أهلك هيلق ما يفيد وياهم النجرة والمداحر، أخذيهم بالمسايس راح تعرفين شو اللي لك وش اللي عليك. زين بعدين اطريني خلاص فطري وياك. أسرار يا بنت الناس، شو يا هذه النجرة بالدم ماك فايدة. والله سوالفكم ما تمل، مع انه ما حد قاعد يسولف معي، انا بمشي ها انا اذنكم. يلا عدز لي سنابات ها قدامك، ترى ما لي شغل. صار حمد ابوي وينه؟ ابوي وينه؟ وخر يما وين ابوي؟ انت شلون داش علينا كذي؟ اسرار ايش فيك ايش صاير؟ أبي أبوي، تكفون قولوا لي أبوي وينه؟ خالتي أبوي وينه؟ الله يخليك. أي أبوي يا تدورين عليه؟ الظهر مضيع. يلا يلا ما نشوفونا، يلا برا برا برا، أقول برا. يا جماعة اهدوا، إيش فيكم عاد؟ هذه خدنا ما يصير، أصغر صاير شيء، إيش فيك؟ حمد أمي بين الحياة والموت، وملزمة تشوف أبوي، تكفون قولوا لي أبوي وينه؟ أمي بتموت ما تفهمون. واي عساها بهالحال وردة يا عيوني. اسمعي ابوك مطلق امك من قبل ما تجين الدنيا، ايه وهذا ابوك اللي تقولين انه ابوك متمرم منك. ايش قاعده تقولين حمد؟ امك ايش قاعده تقول؟ اللي قاعد تقوله وانت ما تفهمينه انك انت اسمع، كانك ريال لا تقعد تشطر على البنية، وبعدين هذه اختكم بس انتم ما فيكم خير. ترى الريال اللي معاها ولد خالتها ولا ولد عمتها؟ فهم اللي معاك ان ما لها شيء هني، وطلعوا من هني لا ادفنكم انتوا الاثنين. يلا طلعوا برا برا. ايش فيكم وقفتوا؟ قالوا لكم طلعوا برا، هالبيت مو بيتكم، وانتي ما انتي اختهم. واي واي انا لو منك مستحيل اجي هالبيت ولا حتى مره واحده. انت بس ولا كلمه. والله لو مو الحاله اللي انا فيها كان عرفت شلون ارد عليك. سكري حلجك، تتكلمين مع هذه تاج راسك. يا جماعه ايش فيكم؟ بس عاد ذكر والله وقعوا ايش الصيحه هذه. يبو تكفى اسمعني، تكفى تكفى بقول لك شيء، تكفى. ولا كلمه ما بسمعك. ان شاء الله شايب كني يبا أمي بين الحياة والموت، وما على لسان هزيرة إلا اسمك. تكفى تعال معي المستشفى، تكفى يبا تكفى أبوس إيدك. وش فيها أمك؟ أمي فيها تضخم بالقلب وما تبي شيء إلا شوفتك. الله يخليك تعال معي المستشفى يبا، تكفى تعال معي. الحين عرفتوني؟ الحين تذكرتوني؟ ما أبي أشوفك مرة ثانية هني في البيت، سمعتك ولا لا؟ وقولي حق أمك ما ابي اشوفها ولا ابي اتذكرها ولا ابي اعرف عنها اي شيء. ليش؟ احنا ايش سوينا لك يبا؟ اللي بالمستشفى هذه مرتك وانا بنتك، احنا ايش سوينا لك؟ ليش يبا ليش؟ كانت غلطه، كانت غلطه، غلطه بحياتي. ولا تنمحي الا بموتها، واذا ما ماتت من المرض بيديني بذبحها. والحين طلعي برا برا. سمعي، اياني وياك اشوفك مره ثانيه هنا في البيت. يلا برا يلا برا.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. انت مو ابوي، انت مو ابوي. شلت الحياه. شو عندكم؟ فيكم تطلعون كذي؟ باللي ما يحفظها ان شاء الله. ما يصير اللي سويتوه مهما كان ذبها ولا ذبوبها، حرام عليكم. يا عمي انت يروح فارج، فارج عن وجهي، هذا ابوك دبسنا بهالاشكال. كله من يدكم. هتقومين على حيلك صح؟ انت ما راح تخلين عمتي صح؟ عمتي انا ادري انك راح تقدرين وراح تردين البيت معانا صح؟ ما راح تخلين وين جاسم؟ ليش ليش تاخر وين جاسم؟ راح تشوفينا بس اهم شيء راحتك وصحتك والله راح تشوفين. جاسم جاسم اشوفه ضيي ويانا. شنو يعني ابوها ما راح يجي؟ ما راح يجي، سكتي زين، سووا سالفه هناك وحنا ورنا. عرفت الحين ليش قلت لك وقلت حق عمي ان اسرار محتاجه ضربه تكسر ظهرها؟ تقصدين اللي صار توه؟ بالضبط. أسرار ظهرها أمها ما تقدر تعيش بدونها، وما شاء الله الحين ظهرها بدأ ينكسر. هذا بعد إذا ما انكسر، عرفت الحين؟ مبروك المناقصة يا حسين، ومو بس المناقصة، احتمال بعد كل شيء.